النازف عائلة متماسكة صوتها وعبور الشجرة نحن نعتز بجذورنا أننا أفها وعمرها شهران. بما أنه نزار تجاوز حدود دار بنات وتجاوز الضفة الغربية وتجاوز حدود فلسطين وأصبحت قضيته على مستوى دول العالم، ما بحط ليش أنا وزير من هون ولا وزير من هون، أنا بدي المنظمات الدولية جزء من هاي اللجنة. ما حدث لنزار جريمة قتل متكاملة الأركان من حيث الإيحاء والتكليف والتنفيذ والتخطيط وما تلاها من محاولات طمس معالم الجريمة. ونؤكد لهم أن لجنة التحقيق التي شكلت سوف تقوم بعملها بكل مهنية وشفافية من أجل تبيان الحقيقة ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني.